نفسك تطلع ايه لما تكبر؟ تعالوا لي بقى احكي لكم بعد التخرج بيحصل ايه. شغل عالي، برنامج مصري جدا، هنكشف اسرار لاول مره بتعرفها عن كل شغلك، لحظات وهيكون معاك احد ممثلي خدمه العملاء. دي كده في فرق كبير ما بين القائد والمدير. هو الشخص الوحيد في المؤسسه اللي عنده الجرأه انه يكسر القواعد. اتكلمنا كتير، نفكر شويه بقى. ازاي هتختار تطلع السلم سلمه سلمه وانت شايف اللي جنبك بيطلع في الاسانسير؟ سلم الاستقاله ظاهره محتاجه دراسه. احنا هنشوف في حياتنا انواع من الناس في الشغل، والصنعه الحلوه يا غالي دايما بنقول عليها شغل عالي. شغل عالي الاربعاء 7 مساء على قناة مصر الأولى.